الرائعة والممتازة والجميلة في هذا الصباح الجميل في انطلاقات وتحديات هذه النوعيات الجميلة التي تنطلق في صباحية هذا اليوم. سن الإذاعة، سن الإبداع وسن الإمتاع ليسير شوطنا 19 الذي انطلق قبل قليل، لينطلق بالإبكار المحليات الأصايل. نتمنى التوفيق والسداد والنجاح لجميع المشاركين. ابدا مع المقدمة مع عجايب اللي على المركز الاول بشعار منصور بن صالح بن طرشوم العامري، ياتي على المركز الاول. المركز الثاني وصول وانطلاقة المركز الثاني من مصيحة القادمة بشعار السهيل بن حمد بالدليلة بالويع العامري، بينما المركز الثالث باخترة وصل شعار أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. نقلتنا إلى المركز الرابع، انتقل إلى الديبة لسلطان بن سالم بن حميد البادي من بدا على المركز الرابع، بينما المركز الخامس غي لسيف بن راشد بن سعيد الشامسي. انتقل الى سادس المراكز واجد زعفران لعلي بن حموده بن علي بن حموده الظاهري، بينما المركز السابع هنا بشعار سعاده مطر بن حمد بن عميره الشامسي يتقدم مع ترف المتقدمة في هذه اللحظات والمتحركة وسمحة قادمة أيضا بشعار سالمين بن عبيد بن حمد بن نوره العامري، يأتي في هذه اللحظات المركز التاسع، تاسع المراكز مع ملوح قادمة ملوح بشعار سالم بن محمد بن سالم بالعكاري العامرياتي مع المركز التاسع. أما عاشر المراكز فأجد شواهين لصالح بن مسلم بن عزيز بن سويدان العامري. هذا هو النداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة والمتحركة في تحدياتنا، في انطلاقاتنا، في منافساتنا، في جائزة زايد الكبرى. طيب الله ثرى. إذا متابعين الكرام، هذه هي المنافسة وهذه هي الشعارات، ولكن لا بد من العودة، لا بد من العودة إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط، إلى مقدمة الأداء. عجايب يا عجايب يا عجايب، بدأت عجايب تتقدم وجوها طايب وكيفها طايب ورايق. هذه عجايب المتقدمة بالمركز الأول بشعار منصور بن صالح بن طرشوم العامري، ولكن التغيير من مصيحة غيرت مصيحة غيرت مصيحة هنا بهذا الاسم التراثي الجميل. هذه مصيحة للسهيل بن حمد الدليلة بالويع العامري. المركز الثالث ترف لسعادة مطر بن حمد بن عميرة الشامسي، يتقدمون أبناء وزاخر ليتقدم بن حميرة. المركز الرابع وصل بن حمودة، وصل بن حمودة متقدما مع زعفرانة. هناك علي بن حمودة بن علي بن حموده الظاهري، ياتي في هذه اللحظات الجميله متقدما ايضا بانطلاقه زعفرانه ومتحركا هنا مع المركز الرابع. انتقل الى الالاقيه اللي على المركز الخامس لسيف بن راشد بن سيف الشامسي، وسادسا وصلت بختره، وصل هنا بشعار احمد بن سلطان بن رشيد السويدي. يتقدم بالرشيد، يتقدم بالجديد، يتقدم بالأداء والوصول من شواهين لصالح بن مسلم بن عزيز بن سويدان المحرمي. لكني أعود إلى المركز الأول، أعود
يعود إلى الصدارة، أعود إلى مصيحة، إلى مصيحة، إلى أداء مصيحة، إلى انطلاقة مصيحة اللي على المركز الأول بشعار سيل بن حمد بالدليلة، العامري بالدليلة بالدليلة، سار إلى المركز الأول، سار إلى الصدارة. أما عجايب فهي تأتي بالمركز الثاني لمنصور بن صالح بن طرشوم العامري. انتقل إلى قية، قية يا قية، وبدت بالأفراح والقية، هنا قية تحمل هذا الشعار، تحمل هذا الأداء، هنا قية لسيف بن راشد بن سعيد الشامسي، يتقدم الشامسي، يتحرك باختر لأحمد، هنا أحمد بن سلطان برشيد ياتي مع المركز الثالث متقدما بانطلاقة بخترة، رابعا زعفرانة لعلي بن حمودة، بن علي بن حمودة الظاهري. لكني اعود الى المركز الاول، الى الصدارة، الى الانطلاق الجميل في عاصمة الميادين، في ميدان الوثبة، في هذا الانطلاق الكبير، في هذا الانطلاق المثير عبر قناة ياس، تشاهدون البث الحي والمباشر. أعود إلى قية اللي غيرت إلى المركز الأول، اللي اندفعت على الصدارة لسيف بن راشد بن سيف الشامسي، ياتي مع المركز الأول. انتقل إلى مصيحة بالمركز الثاني، مصيحة تاتي على المركز الثاني لسهيل بن حمد بالدليلة بالويع العامري. المركز الثالث عجايب، هنا تنطلق بشعار منصور بن صالح بن طرشوم العامري. المركز الرابع بختره لأحمد بن سلطان بن رشيد. المركز الخامس معك يا بن حمودة علي بن حمودة، بن علي بن حمودة. ولكني أعود إلى قية، إلى قية، إلى قية، إلى أداء قية اللي على المركز الأول، سيف بن راشد بن سيف الشامسي ياتي مع المركز الاول. عصات تاف الابطان في امن واطمئنان في منطقه الاعلام. بدات الاوامر واستجابت للنداء. هذه هي قية بادائها الكبير، بانطلاقاتها الرائعه. شكرا سيف بن راشد بن سعيد الشامسي. الشرقيه يا شمس الشامسي في هذا الصباح الجميل، تهانينا والناموس لمالك قية سيف بن راشد سعيد الشامسي على هذا الفوز والانتصار. لحظة الوصول المركز الثاني وصلت فيه مصيحة سيل بن حمد الدليلة العامري. المركز الثالث بختر أحمد بن سلطان بن رشيد. المركز الرابع كانت مع المركز الرابع ذيبة محمد بن عتيق بن محمد بن خليفة العميمي. والمركز الخامس زعفرانة لعلي بن حمودة، بن علي بن حمودة الظاهري. إذن متابعينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، شهدنا المنافسة الجميلة، شهدنا التحديات الرائعة والممتازة في هذا الشوط، حيث كان الانطلاق الممتاز، حيث كان التحدي الرائع، وكانت غية بالفعل بطلة لناموس هذا الشوط. تهانينا لسيف بن راشد بن سعيد الشامسي على هذا الفوز والانتصار الكبير والجميل والمستحق. هذه لحظات التسلل إلى المركز الأول، وكان عصاها في الأبطان لما تجاوزت في اللحظات الأخيرة، ومن بعد إصدار الأوامر انطلقت كالسهم نحو خط النهاية. 9 دقائق 11 ثانية، جزئين من الثانية. شكرا لمالك غية وتهانينا لك على هذا الفوز سيف بن راشد بن سعيد الشامسي. تهانينا والناموس. بينما ايضا المركز الثاني والتوقيت الزمني 9 دقائق 13 ثانية، 8 أجزاء من الثانية، كانت مصيحة ادت عرض رائع تشكر عليه سيل بن حمد الدليلة العامري. بينما وصلت بالمركز الثالث وكانت حاضرة بالاداء الجميل، كانت على المركز الثالث بختره لأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. 9 دقائق
تسع دقائق 15 ثانية بالوفاء والتمام، تهانينا والناموس لجميع الفائزين. التحية تستمر مشاهدينا متابعينا الكرام بانطلاقة شوط الختام وشوط الوداع، بانطلاقة شوطنا العشرون للإبكار فئة المهجنات الأصايل على بركة الله وتوفيق